السلام عليكم وليدي. هذا الرجل مريض اسمه ابراهيم راجلي، انا اسمي فوزيه، كندير مراكش دروك عام هذا كنمشي ونجي انا وياه، عنده سرطان في قرجوطه، دوكا يديتو دار هاد الصدفه هنا، دار التيوف جنبه مكياكلش، مديتو المستعجلات تاع مراكش ساهله صافي. ملي كنمشي لمراكش كنبات في الزنقه، نقعد يومين ثلاث ايام في المستعجلات وانا في الزنقه، مكاينش نمشي، ما نعرفش، ما عرفت حتى شي حد اللي غادي شي محسن اللي يعاونني. كان باتو تما حتى طلعوه نعسوه، داروا لي هاد الشيء. دوكا مريض، عندي ولد مريض، وانا في حاليش ما خدام ليا حتى شي ولد ولا شي بنت اللي خدام ليا كبيره. عندي الله تنترجى بنتي ميت، راجلها عندها جوج بنيات قاعده معايا في الدار، تنترجى الله سيدي وانا بغيتو يعيش الوليدات الشيء اللي كاين سيدي. نكرفص الحمد لله، الضو الماء عاطينو ليا على الجيران هنايا، ما حديش باش ندخلو، ما عنديش لا فريش لا والو، انت كتشوف الحال وليدي الشيء اللي كاين الحمد لله. ما كنتكرفص بزاف، ماشي شويه زعما، كنتكرفص ما كنلقاش فين نمشي وما كنلقاش فين نبات. ملي اكثر يوم اللي كيدخلو تاني هوايا ونبقى انا بوحدي تمايا بوحدي، ما كاينش معاه من كنقعد، تيخاف عليا تاني هو واخا مريض مسكين، رافد ليا الهم، كيقول لي فين مشيتي مع من قعدتي، كنقعد مع العيالات بحال هكايا، عدنا ونقعد بوحدي، عدنا ونخرج برا، هادشي اللي كان ما كرفصة. والحمد لله والله بين نص ثاني ما كنلقاش ثاني واحد السيدة مسكينة واقفة معايا، نهار كنلقاها ونهار ما كنلقاهاش، خارجة حتى كنعيط لها كنقول لها شوفي لي شي واحد اللي يديني، مع الخمسة الصباح كنهود من هنا حتى للفرماسيان لهلين نوري والله بنانس كيجي يديه، عاد دوك يسدو عليا كاع تليفون ما كيبقاش يدوي معايا شي حد. هادشي اللي كاين وليدي، إذا الله يجازيها بخير. كتقول لي فيما بغيتي ديه عيطي ليا، كتقول لي مدوه، نبى يدوه، نبى نشد ليه طاكسي، نبى نشد ليه الكار، دوك ما بقاش حالة الكار كاع، ما بقاش يقد يزيد. عارف الدار هنا كندورو تا كيشد ليا أنا في كتافي، ناعس فوق الحافظ هكا تا كيعيط عليا يصفق على بيديه باش كنجي ويدير ليا يدو في عنقي وعنقي ونهزو بحال هكا، وما عنديش اللي معاوني فيه الحمد لله. هادشي نقول لك سيدي، كاينش اللي معاوني، ما كاينش، طلب من محسنين، من محسنين يعاونوني، هادشي اللي كنطلب منهم يعاونوني، الدواء راجلي وفراجلي تيصح ان شاء الله، هادشي اللي كنطلب منهم سيدي.